السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. بما أني أنا في المدينة المنورة إن شاء الله راح أتحدث عن هذا المكان، وهناك كثير من المعلومات اللي ممكن كثير منكم ما يعرفها. خلونا نبدأ. طيبة الخير يجينا في السماء والله حيا، طيبة بالروح تنادينا والله. هناك عدة أسماء للمدينة المنورة، تسمى المدينة المشرفة، وتسمى طابة، وتسمى طيبة، وتسمى دار الهجرة، وتسمى دار الإيمان، وقبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إليها كانت تسمى يثرب. حبه صلى الله عليه وسلم للمدينة، يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أي إلى جدرانها أوضع راحلته، أي حثها على المسير وأسرع بها شوقا إلى المدينة. لمن لا يعرف المدينة، فيها من البركة ما الله به عليم، فيها بركة في الملبس وفي المطعم وفي المسكن، حتى أهل المدينة فيهم البركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت منطقة وباء. تقول عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله، وكان كثير من الصحابة قد مرضوا حينما جاءوا إلى المدينة، حتى لدرجة أنهم كان بعضهم يصلي وهو جالس. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فعله صلى الله عليه وسلم أن دعا الله عز وجل وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة، وانقل وباءها إلى مهيعة أو الجحفة، وهي منطقة تبعد عن المدينة عدة كيلومترات. ثم بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس قد خرجت من المدينة ونزلت مهيعة، فتأولتها أن الوباء قد انتقل إلى مهيعة أو الجحفة، وهما اسمان لمدينة واحدة. أيضا هذه المدينة يحرسها الله عز وجل ويحفظها من الدجال ومن الطاعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال المدينة فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها ولا يقربها الطاعون إن شاء الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يمت في المدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. أنا الآن في مقبرة البقيع، يوجد في هذه المقبرة أكثر من 10,000 صحابي دفنوا هنا، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، وسيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب، وجدي زين العابدين، علي بن الحسين، وفاطمة الزهراء وغيرهم. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفر لأهل البقيع. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن جبريل نزل علي وقال لي: إن الله يأمرك أو ربك يأمرك أن تأتي لأهل البقيع وتستغفر لهم. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية إلى الأفعى، إذا شعرت بالخطر تجدها سرعان ما ترجع إلى الجحر لتشعر بالأمان. كذلك الإنسان إن أراد أن يشعر بالأمان والإيمان والروحانية فعليه بالمدينة. يا حظكم يا أهل المدينة. قادوا قلبي ما جيناني يا طيبة يتيم الولهانا، يتيم الولهانا يا طيبة يا طيب. يا حظكم يا أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. يعني أي شخص فيه شر وما فيه خير ما راح تقوم الساعة ويكون هو متواجد في هذه المدينة الطيبة، ما راح يكون متواجد في هذه المدينة إلا الناس الأخيار. يا حظكم يا أهل المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله عز وجل منهم صرف ولا عدل. الصرف هي الفريضة والعدل هي النافلة، يعني لو فعل الفرائض والنوافل الله عز وجل ما يقبلها منه ويلعنه لأنه أخاف أهل المدينة. نصيحتي لمن يسكن في هذه المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يدعو الرجل فيه ابن عمه وقريبه ويقول: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء. يعني خلنا نروح لأماكن أخرى فيها خير وفيها رخاء خارج هذه المدينة. ماذا قال النبي؟ قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. في النهاية أسأل الله عز وجل أن يتوفاني في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. آسف على الإطالة، دمتم بود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.